رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم وشفتوا الحاجات الحلوه اللي قدامي. حاسه ان الحلقه النهارده ممكن تكون موجهه للاطفال شويه عشان الالوان والفاكهه والحاجات دي. نجدد في وصفه احنا عملناها كتير قبل كده، فكره دخول الفاكهه جوه الكوكيز حلوه جدا. وزي ما انا قلت لكم قبل كده ان الحشوات بتاعتي من ايجي شيف بتستحمل درجه الحراره، يعني زي ما انتم شايفين القطعه بتاعه الفاكهه موجوده ما ساحتش مع العجينه، ودي ميزه حلوه جدا لانها تدخل عندي في معجنات في بسكوتات في الكلام ده كله. ممكن برضو ان انت تعمليها محشيه، يعني تحشي العجينه ذات نفسها من الصوصات الحلوه بتاعتي من ايشيف، وكل الحاجات دي موجوده عندهم على البيج وموجوده عند محلات خامات الحلويات، عشان دايما بتسالوني يا توتا بنبعت على الصفحه نسالهم. الحاجات دي موجودة عند كل محلات خامات الحلواني، قولي له بس عايزة حشوات ايجي شيف وهو هيطلع لك كل الأطعمة الموجودة عنده. طيب تعالوا نشوف أنا هعمل إيه كده. أول حاجة عندي هبتدي إن أنا، تعالوا نبتدي بإيه، بالبلو بيري مثلا. أهو زي ما أنتم شايفين القوام بتاعي، وفي أنا هستنى ترجعوا لي وأشرح لكم الموضوع. دي البيج بتاعتهم الخاصة على الفيسبوك، تقدروا طبعا تتواصلوا معاهم عن طريق رسائل الصفحة. زي ما أنتم شايفين مش فكرة بس إن الصوص في العامل الربط ده وخلاص اللي هي زي الجل الشفاف، لا هي الفكره ان في قطع فاكهه كتير، يعني شايفين القطع كتيره جوه، ودي برده ميزه مش موجوده في الصوص التاني. بتلاقي دايما الماده اللي هي عامل الربط شبه الجل شويه بتاع التلميع كتيره عن قطع الفاكهه، فدي نقطه مهمه جدا ان عندي الفاكهه موجوده بكميه كبيره. طيب عندي اهو الكوكيز بتاعي زي ما قلت لكم في بيكنج صودا، فده هيساعد ان الكوكيز يريح لتحت، فبالتالي لازم ما تفردوش قوي عشان لما يبتدي ان هو يفرد لتحت ما يبتديش يبقى رقيق قوي، وما ينفعش ان انا الزقهم جنب بعض، لازم اسيب مسافه لان عندي دي هتكون قد اللي قدامكم على الاطباق بتاعتي. تمام، الصاج بتاعي او الصينيه او اي حاجه اخبز فيها مش بتكون مدهونه لان عندي كميه ماده دهنيه كافيه، فبالتالي مش هحتاج ماده دهنيه في الصينيه بتاعتي. هعمل ايه بعد ما احطها في الصينيه؟ اهو هبتدي اضغط عليها كده مش قوي، شايفين يعني شايفين السمك من هنا، ده بالنسبه لي تمام جدا. هعمل ايه بقى؟ هاخد شويه من الفاكهه بتاعتي دي واحطها على الوش، طعمها بقى هيبقى حلو جدا، طعمها مختلف طبعا زي ما قلت لكم عن الكوكيز اللي احنا كلنا متعودين عليها، هتعجب الولاد جدا. اقدر ان انا اخليها على الوش كله، واقدر ان انا يعني اقسمها كده كل مثلا معلقه في حته، ممكن اعملها كده اهو زي ما انتم شايفين. عايزه تخلطي شويه مع العجين ممكن برده، عايزه تلوني العجينه ذات نفسها ممكن، كل الحاجات دي في ايدك انت ان انت تعمليها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يعني دي حتى لسه نيه، كنت منزله لهم بوست على البيج عندي صوره من اللي كان عليها الفراوله قبل الهوا، فبقول لهم دي شكلها قبل الهوا، شوفوا قبل السوا عامل ازاي، بعد السوا شكلها اهو قدامكم حلوه جدا وتفتح النفس. ببتدي اضغط كده، قلقانه من ان انت ما تظبطيش ان ايدك ما تكونش ميزان قوي ما تظبطيش الحجم، عادي جدا ممكن ان انت تعملي بالميزان، يعني ممكن عادي بالميزان ما فيش مشكلة، قسمي المقدار كله بتاع عجينة الكوكيز على جرامات، يعني مثلا كل واحدة 10 جرام 20 جرام، ممكن تعمليها ميني يعني تبقى صغنونة خالص برضو هتكون حلوة جدا. صباح الفل يا غادة، ازيك يا شيخ عاملة ايه؟ ازيك يا قمر اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. ممكن ابعت تهنئة بس لبابا؟ عيوني اتفضلي. بابا غندور احب اقول له كل سنه وانت طيب، بمناسبه عيد ميلادك عقبال مليون سنه. كل سنه وهو طيب، ويا رب كده يعني يشوفك احلى عروسه في الدنيا. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يخليكي، صباحك زي الورد، نورتيني في تليفونك. ما نقدرش ننسى عيد ميلاد انا ورودينا، بنوتين زي السكر، مامتهم ندى معانا هنا في اعداد البرنامج. كل سنه وانتم طيبين، وعقبال يا رب مليون سنه، وعقبال كده ما اعمل لكم ان شاء الله تورته فرحكم، وربنا يا رب يفرح قلبك بيهم يا ندى، ودايما كده معايا ودايما كلنا متجمعين مع بعض. يلا انا جاهزه، احنا قلنا من الاول انتوا اللي رفضتوا. اهو هبتدي ان انا اعمل كده واضغط كده. حبيبتي يا ندى، حبيبه قلبي، اهو طبعا الحشو بقى يعني انت تختاري، عندي زي ما قلت لكم الصوصات موجوده ايه، عندي المانجا، وهعمل برضو معاكم دلوقتي صينيه مانجا، ممكن احط فراوله احط راسبي احط اللي انت عايزاه اهو، شايفين كده. طيب نقطه التسويه دي بقى، ودي شايفين شكلهم حلو ازاي، والله يعني لولا ان فيها بيضه تتاكل على طول كده من شكلها وحلاوتها. طيب
تقدري تحطي طبعا شوكليت شيبس يعني براحتك، عايزه تحطيهم شويه على الوش وممكن تخليها فاكهه بس اختياري. انا بالنسبه لي هفضلها ممكن تكون فاكهه بس عشان ما ازودش السكر، عشان مش عايزين برضو الولاد تاكل كميه سكريات كتيره فيبتدوا ان هم يبقى في زي فرط حركه او كده، فاكيد مش عايزين ده. احنا كفايه علينا اصلا المذاكره ويعني ان احنا طولت البال علينا. طيب دلوقتي زي ما قلت لكم التسويه دي ركزوا بقى، يعني اهم حاجه في الكوكيز قصه التسويه. الكوكيز عندي بيدخل فرن 180 طبعا مسخناه من قبل ما تشتغلي او في بدايه الشغل، هيدخل عندي الفرن لحد الرف الوسط طبعا شغال من تحت بس مش بشغل من فوق 12 13 دقيقه بالكثير ويخرج عندي. طيب حد هيقول لي يا توته الكوكيز 12 دقيقه دي هيكون لسه طري؟ عادي جدا، لو انت استنيتي في الفرن ان هو ينشف او يبقى كريسبي مجرد ما يخرج ويبرد هيبقى يعني ناشف جدا، فبالتالي ناخد بالنا من النقطه دي ان انا يا دوبك 12 دقيقه حروفه تكون ذهبي خلاص اخرجه عندي، هلاقيه النص بتاعه طري شويه اسيبه عادي جدا مش هيحصل اي حاجه، مجرد ما يبرد هتلاقيه بقى ناشف وكريسبي جدا. هدخله الفرن عندي، الفرن طبعا سخن على 180، وارجع لكم نعمل مع بعض برده كام واحده كده مانجا، وهعمل حركه في الكوكيز حلوه جدا اختياري بس بيبقى طعمها حلو جدا والولاد. احنا خلاص الوقت خلص، طب اعمل واحده مانجا، نعمل واحده مانجا لا من غير متفصصه اهو. طيب تعالوا نعمل الاول الموضوع اللي انا قلت لكم عليه ان انا هحشي. طيب ازيك يا ايمي؟ الحمد لله تمام. عامله ايه يا قمر؟ تمام الحمد لله يا رب دايما. اموريني عندك اي سؤال؟ انا لسه عايزه اعرف عجينه البيتزا. عينيا اقولها لك دلوقتي على طول. صباحك زي الورد يا قمر حبيبتي نورتيني اهو. طيب انا عندي هعمل ايه؟ هعمل خطوه دلوقتي اختياري بس الولاد بتحبها جدا وبيطلع طعمها تحفه. بعمل ايه؟ بجيب 2 كوكيز عندي، ممكن الخطوه دي تعمليها في كوكيز مش مفيش عليه فاكهه زي ما انتم شايفين عندي، دي كانت الباشن فروت اللي فيها البذر الاسود دي، ودي كانت اعتقد راسبري او لا دي فراوله اهي. هعمل ايه؟ بحط كام وحده مشروم كده اهو، دي لو عملتيها بقى ميني مثلا في عيد ميلاد هتبقى هايله جدا. وبحط دي، انا قلت مشروم اهو تعال، بعمل كده وبدخلها الميكرويف 10 ثواني عشان شبه البرجر، شفتي مشروم شبه البرجر، هدخلها الميكرويف 10 ثواني بالظبط على ما الم بقيه حاجتي دي وناخد الفاصل على طول. ممكن الحق اعمل معاكم واحده مانجا او على الاقل اوريكم شكلها من جوه عشان اللي ما شافهاش قبل كده معايا. هدخلها الميكرويف 10 ثواني وارجع لكم على طول. دي طبعا يعني 3 4 ياكلوها مع بعض اكيد، دي مش حد واحد بس هياكلها عشان حجمها كبير. تعالوا نشيل دي وافتح اعمل واحده مانجا معاكم وخلاص، على كده مش هيكون عندي اي حاجه تانيه. ادي معلقه اهي، معلقتين مع بعض، نقفل دي خلاص مش محتاجينها. وتعالوا نشوف ايه دي الباشون فروت، ماشي نعملها برضه، هعمل واحده بس واوريكم بس شكلها اهي. بعملها كده اضغط عليها واحطها عندي هنا، وكام معلقه صغننه من الحشوة الحلوة بتاعتي. الحشوة دي هتنزل قريب جدا جدا في السوق، وان شاء الله بإذن الله تنزل كمان في السوبر ماركت، عشان يعني بتسألوني كتير جدا كمان المحافظات، بس عايزة اقول لكم ان الحاجات كلها منتجات الشيف موجودة عند كل محلات خامات الحلواني، هتلاقوها بكل سهولة يعني كل المحافظات بفضل الله عندهم المنتجات بتاعت الشيف. خلاص دي هدخلها برضو الفرن مع بقية الكمية واطلع في الميكرويف، يا رب تكون ساحت عشان اقدر اوريها لكم قبل ما ناخد الفاصل. طب محتاجة 10 ثواني كمان خلاص، نشيل بقى حاجتنا دي. طبعا زي ما احنا متفقين مع بعض كل حاجة تنزل على صفحتي مطبخ توتة مراد، عشان بتفضلوا تسألوني يا توتة المقادير والحاجة فين، تنزل بالظبط الساعة 9 على صفحتي عشان تقدروا ان انتوا تعملوا يعني تاخدوا سكرين شوت او تسيبوها عندكم على طول او تعملوا سيف للبوست. حاجه قدامي شكلها تفتح النفس، كنت نفسي كمان اصب لكم شويه صوصات في الاطباق الصغيره بس هعملها ان شاء الله في الفاصل. بصوا دي بقى اقول لكم سخنت جدا، مارشميلو عندي ساح جوه، تعالوا بقى نشيلها مع بعض. لا دي سخنه جدا، اعملها لكم بالسكينه اهو، تعالوا كده على طول اهو، شايفين المشروم جوه بصوا سايح خالص اهي،
مش انا مصممه انه مشروم مارشميلو تايح جوه، هي بس هي اهو شايفين بتمط، زي ما تيجي بقى تقطعيها هتلاقي كل ده عندك جوه. طبعا زي ما قلت لكم دي ياكلوها 3 4 مع بعض لان حجمها كبير، فبالتالي فكره تقدروا تعملوها كمان في الكوكيز الميني، هيبقى شكلها حلو جدا وشكلها لطيف. تعالوا بقى ناخد فاصل سريع جدا ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه، اوعوا تروحوا في اي حته.